رجعنا بعد تقرير من فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي واستعداداتهم للموسم الجديد واستعدادات على قدم وساق في كل الأجهزة في كل النشاطات في كل اللعبات. النهاردة معانا نجم كبير، نجم وافد جديد لكرة السلة. عندنا النهاردة كابتن حاتم البحيري المنتقل من نادي الاتحاد السكندري إلى النادي الأهلي. نرحب بيه كابتن حاتم، مبروك وجودك في النادي الأهلي. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. يعني من اسكندرية، من عظماء في كرة السلة لعظماء لكرة السلة في النادي الأهلي، وتاريخ كبير، ودايما لازم نسأل النجم بتاعنا ونسأله السؤال المهم، ازاي وصلت بلعب كرة السلة؟ والله انا مفروض بابايا كان بيلعب باسكت وهو صغير. تمام. كبرت لقيته بيدرب، لحقت يعني اخر ايامه. فطبعا الفضول اخدني اني لازم اجرب اللعبه اللي هو بيلعبها. كويس. بصراحه جربت، وجربت هاندبول وجربت سباحه وبعدين كويسه حاتم. اكيد كويس. كويسه. لا اكيد كويس. اتفضل. بس انا ارتحت ان انا حبيت اخد الكارير ابقى زي بابايا. كويس. بس فعلا اتمرنت وبدات في نادي سبورتنج. بدات من المدارس للناشئين، يعني واحده واحده كده، ولقيت الدنيا واخداني ان انا مبسوط وان انا ماشي كويس والناس مبسوطه مني وانا مرتاح. بس لحد ما بقيت في النادي الاهلي. بقيت وصلت للنادي الاهلي. طب بداياتك، انت من اسره رياضيه زي ما قلت ان باباك كان مدرب كره سله، ما حاولتش تروح اي ملعب تاني؟ هو الملعب ده اللي استهوى قلبك يعني قعدك؟ يعني بقول لحضرتك انا جربت كذا رياضه، انما حبيت اخد الكارير اللي بابايا كان فيه. طب عايز اسالك السؤال كده بره الصندوق. اتفضل. انا بابايا مثلا مدرس عربي، فكان كنت مش كويس في العربي كان بيضربني. قول لي بقى، بابا زقك لكره السله ولا ما حصلش ده؟ لا خالص بصراحه، يعني انا لما بدات اول حاجه بداتها هاندبول. كانت عجباني اللعبه وكانت الناس قرايبي بيلعبوها، فحبيت برضو ان انا لا عايز ابقى هاندبول. انما في مره كده اختي، انا عندي اخت اكبر مني بسنتين، بدات باسكت. كويس. ففي مره وهي بتتمرن خدت كوره وفضلت انا برضو اعمل زيها. قلت لبابا، بابا انا عايز اجرب. تمام. قال لي طب والهاندبول؟ قلت له لا اجرب الباسكت بجانب الهاندبول واشوف انا هكمل فيه. تمام. ومن ساعتها بصراحه خلاص استقريت في الباسكت. استقريت في الباسكت. ملعب مختلف برضه ملعب الباسكت. لعبه شيك. لعبه شيك. يعني الهاندبول مش شيك. ماشي. لا طبعا مش مشكله. مش مشكله. لكن قول لي، انتقلت من مفيش ثلاث انديه لعبت فيهم، لعبت في سبورتنج وبعد كده اتحاد سكندري برضه نادي كبير في كره السله وعالم كبير في كره السله، وبعد كده النادي الاهلي، انتقالاتك الثلاثه دول في عصر الاحتراف رايك فيه ايه؟ والله هقول لحضرتك حاجه، انا واحد من الناس راحتي النفسيه عندي بتبقى عندي نمبر 1. يعني لو انا مرتاح نفسيا في المكان ده، حدي اكتر ما انا في مكان تاني يمكن امكانياته احسن، انما انا نفسيا فيه مش مرتاح. فاول انتقال ليا من سبورتنج للاتحاد، انا جات لي فتره في سبورتنج انا ما كنتش مرتاح فيها. اضطريت ان انا اسيب، وده كان يعني انا من جوايا مش مبسوط. حاسس ان انت زعلان ان انت مشيت؟ يعني احساسي طبعا. في الاول كنت ناديك. زعلان نادية وان متربي فيه فقلت لا عايز اجرب اشوف نادي تاني قبل ما انا اقفل من باسكت خالص. يعني انا كان الموضوع وصل معايا ان انا يعني لو ما مشيتش خلاص انا الموضوع خلاص. تمام. رحت جربت في نادي الاتحاد. كويس. بصراحه الناس يعني شالتني فوق راسها. عندهم الكويس هو اللي بيلعب. مفيش اي تدخلات عائليه، مفيش الكلام ده خالص، اللي شادد نفسه في الملعب واللي كويس واللي بيدي واللي بيتعب هو اللي بيلعب. بصراحه رحت جربت معاهم، لقيت المدرب بتاعهم بيقول لي تمام انت معانا من السنه دي لو عايز. قلت له تمام انا معاك. رحت لبابا قلت له خلاص انا استقريت في الاتحاد. اسكندريه وجو مختلف تماما عن جو القاهره واجواء مختلفه في نادي الاتحاد السكندري. يعني انا شخصيا كنت زمان يعني قبليك شويه اتفرج على كابتن مدحت ورده واستمتع في كره السله باسكندريه. قول لي ملعب كره السله في نادي الاتحاد كان بيمثلك ايه في حياتك؟ وانا صغير كنت بروح اتفرج على الماتشات اللي كانت بجمهور، كنت ببقى يعني نفسي ابقى مكانهم. الملعب يعني متقفل. حتى كنت بتروح تشجع؟ مش بشجع. بس ببقى قاعد في وسط الجمهور.
مبسوط جدا. الجو والناس وفرقه الاتحاد بصراحه زمان ايام يعني حتى من بعد جيل كابتن مدحت ورده الاجيال القديمه كابتن اسماعيل احمد كابتن الجزار الناس القديمه دي كلها كان جيل طبعا كابتن طلبه الناس دي كلها جيل قوي قوي كان بيمتع الناس ما كانش بيلعب باسكت بس كان ليه لمسات كده برضو باسكت نظيف لعب تتمتع وانت تتفرج عليه فبصراحه كنت بروح اتفرج وكنت يعني بستنى بقى المجمعات او بستنى ماتش مثلا اتحاد واهلي او اتحاد وزمالك اتحاد جزيره لازم الماتشات دي كنت اتفرج عليها تروح تتفرج عليها هناك طبعا. طيب هنسيب ذكريات اسكندريه وهنروح بقى للحاضر في القاهره. قول لي دخلنا النادي الاهلي ازاي ومين اللي بدا الكلام واول يوم دخلت في النادي الاهلي يعني قول لي الاول بس دخلنا النادي الاهلي ازاي. انا كان عندنا السنه اللي فاتت اخر مجمعتين كان في مجمع في اسكندريه وبعديها مجمع في القاهره. مجمع اسكندريه طلع كلام ان انا حاتم مضى في نادي في سبورتنج كويس فلقيت بصراحه كابتن اسلام علي بيكلمني ايه الاخبار عامل ايه تمام قول لي انت فعلا مضيت قلت له لا قال لي ده الناس كلها بتقول ان انت خلصت في سبورتنج قلت له لا لسه ما حصلش قال لي طيب ايه رايك لو تيجي النادي الاهلي قلت له مفيش مشاكل اقعد واسمع منكم الدنيا هتمشي ازاي كويس بس قال لي طيب تمام انتوا كده كده جايين القاهره في المجمعه الاخيره تمام قلت له تمام قال لي نبقى نظبط ميعاد مع كابتن طارق وكابتن رؤوف عبد القادر كويس ولو في نصيب وخير وانت يعني مرضي بالكلام تمام فعلا رحنا القاهره في المجمعه الاخيره نزلت مع كابتن طارق وكابتن رؤوف وبصراحه كلامهم ريحني جدا ما كانش اول نادي قعدت معاه كنت قعدت مع ثلاث او اربع انديه من الدوري الممتاز تمام بصراحه لا كلامهم مريح مش ناس بتقول كلام كويس مجرد ان هي بتحاول تشتريك لا حسيت بمصداقيه في كلامهم حسيت ان الناس فعلا شارياني حسيت ان المكان نفسه مكان كويس اسم كبير فبصراحه ما ترددتش روحت خلصت بصراحه صليت استخاره وسالت والدي ووالدتي طبعا ربنا يخليهم لك وتوقعت ان انا يعني بابا ما بداش اعتراض على النادي الاهلي لا خالص وافق عشان هو كان معايا في القعده بتاعت القاهره كويس هايل بس روحت صليت وتوكلت على الله وكلمت كابتن طارق قلت له انا ان شاء الله معاك السنه الجايه ده كل ده القعده بتاعت القاهره بعد الدوره المجمعه يعني بعد الدوره المجمعه لما خلصت وبعديها بيومين ثلاثه كلمت كابتن طارق قلت له انا خلاص خلصت وصليت وتوكلت على الله ان شاء الله ايه معاكم السنه الجايه تمام ده اللقاء الاولاني تمام اللقاء الثاني انت راح تمضي فيه قول لنا بقى دخلت النادي الاهلي ازاي والله ما اضحكش عليك احس ان انا كنت بعمل حاجه غلط يعني بقول ايه ده انا في مش مصدق اكيد مخضوض برضو يعني عمري ما توقعت ان العب في القاهره مش في النادي الاهلي يعني انا توقعي ان انا كله في اسكندريه البحر حلو برضو طبعا الجو نفسه حلو تمام مخضوض المكان كبير الاسم كبير حاسس ان اللي انا بعمله ده يا ترى صح يا ترى هتمشي معايا كويس وهفضل ادي وواقف على رجلي بصراحه كنت مخضوض بس بصراحه من اول ما دخلت باب النادي من اول يعني اول واحد قابلته هو كان كابتن رضا الاداري طبعا قابلته على باب النادي ابتسامه على وشه الامن نفسه اهلا بك يا كابتن الناس بصراحه إليجنت وشيك قوي في طريقه تعاملهم فبصراحه انا ابتديت اتبسط وابتديت احس ان الموضوع انا داخل بيتي تهدى هديت شويه بس دخلت قعدنا شويه مع كابتن رؤوف بصراحه كل حاجه كانت جاهزه رحت مضيت وباركولي بصراحه ومشيت نزلت بقى الملعب بعديها وبدات التدريب خلاص مع النادي الاهلي على طول بعديها طيب دخولك النادي الاهلي دخلت النادي الاهلي في احتراف في عصر الاحتراف دي حقيقه اخبار الاحتراف الخارجي ايه؟ هقول لحضرتك حاجه الباسكت مش يعني في مصر ملوش صيت قوي بره يعني تمام اللي يطلع يحترف بره لازم يكون مثلا في جامعه في امريكا الاول كويس ومنها يكون في ايجنت اللي هو رجل يعني ليه علاقات بالانديه هو اللي يبتدي يوديك النادي الفلاني عايزك او النادي الفلاني عايزك الموضوع ده طلع برضو مؤخرا يعني جات لي فعلا فرصه ان انا اروح جامعه في امريكا بس انا كنت خلاص يعني في ثالثه كليه وفي الترم الثاني اشترطهم عليا ان انت هتيجي از فريشمان يعني هتبدا من سنه اولى بصراحه بابايا قال لي روح
تمام. قال لي يعني حتى لو انا بقول لك روح انا بقول لك روح يعني حتى لو لا قدر الله الباسكت ما مشيتش هتمشي بشهاده وشهاده كويسه طبعا وهتشتغل بيها كويس. انا بصراحه ما وقفت لا وقفت. كان قرارك؟ كان القرار قراري بصراحه. قلت لا يعني هو لازم اكمل بقى اللي انا فيه. انا يعني الكفايه ان الباسكت مع الدراسه الموضوع صعب. حاتم مش ندمان على القرار بصراحه؟ بصراحه لا بصراحه لا. طب لو رحنا للدراسه بتاعتك قولنا بتدرس ايه؟ انا خلصت اكاديمي بزنس. اكاديمي بزنس. طب اكيد اكيد الشباب بتوع الصغيرين اللي بيتفرجوا عليك في مصر كلها ولاعيبه النادي الاهلي عايزين يعرفوا ازاي راجل محترف زيك كابتن كبير ونجم كبير بيوفق بين الاثنين. نقول لهم ايه يعني؟ انت عارف وانا صغير كنت دايما اجري في الملاعب وكده وطلعت مهندس في الاخر ازاي ما اعرفش مفيش مشكله. فقول لنا ازاي بتوفق بين الاثنين. انا الميزه عندي ان انا كانت بابايا زي ما قلت لحضرتك كان رياضي فكان العقاب ممسوك بالباسكت. يعني حتى من النهارده مش كويس في المدرسه مفيش تمرين. انا كان الموضوع ده بالنسبه لي لا هعمل ايه بس انزل التمرين انزل النادي. انا نفس الكلام فبقوا يمسكوني من الحته دي بقى بالظبط. ده عامل معايا كده مفيش يعني مفيش دراسه مش تبقى كويس في الدراسه هنوقف النادي مفيش باسكت خالص. اه حياتك باسكت بصراحه كده. انا كان يومي حتى لو مفيش تمرين يومي في الملاعب من الصبح اول ما اصحى لحد بقى بالليل كده. طبعا انت صغير لما بتروح الملعب معاك لبسك لابس جينز وتخش بكره الباسكت تلعب. العب على طول مفيش فكانوا ماسكيني بقى بالحته دي لحد ما ابتديت اكبر شويه بقى دخلت جامعه. بصراحه الاكاديميه كانوا يعني بيساعدوا جدا الطالب الرياضي. اوفرز بقى ان انت ما تروحش مفيش اتندنس بس تيجي على الامتحانات. كويس. بصراحه عديت الاربع سنين عديتهم وقلت الحمد لله تمام تمت. يعني هو المواظبه على التدريب وللعيب يواظب تدريب ويعمل نفسه معيد بلان يشتغل طبعاً عليها. طبعا دي حاجه مهمه بالنسبه للعيب جدا. في ايام كنت باجي يعني معظم الوقت ما كنتش بخرج يعني مفيش صحاب مفيش نازلين مفيش طالعين مفيش خارجين. لا هو الوقت اللي بتروح تمرينك والوقت الفاضي بترجع تذاكر عشان ما هو تاني يوم عندك مدرسه بقى روتين يومي. هو الروتين اليومي ده لكل الرياضيين ودي اكتر حته عايزين نبرزها للناس ان الرياضي فعلا في حاجات كتيره بتمنع عنه جدا علشان يقدر يبقى بطل ونجم كبير جدا 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 لحد دلوقتي. يعني انا لو عندي مناسبه مع اهلي فرح بنت خالتي فرح ابن خالي بيزعلوا الحاجات دي بيزعلوا منك بس طبعا. هي فعلا مش بايدي. عايزين يعني برضه يصوروا مع النجم يا كابتن حاتم. كابتن حاتم قول لي علاقتك ايه بلعيبه الاهلي؟ والله لعيبه الاهلي يعني معظمهم او في ناس كتيره منهم لعبت معاهم في المنتخبات. حبني وانا بصراحه من يعني انا نفسي كنت مخضوض من اول ما حصل فيه مكالمات لقيت اللعيبه بتكلمني. حاتم انت بجد ممكن تيجي انت في فعلا اوفر؟ اه يا جماعه طب بجد يلا وتعالى. حسيت ان في تكاتف حسيت ان الناس فرحانه مش ناس متضايقه. دي حاجه برضو من الحاجات اللي اثرت فيا ان لا طب ما الناس شارياني والناس عاوزاني لعيبه واداره ما يروحش. مكسب الفريق دايما في المجموعه طبعا في اللاعبين يعني اكيد. طيب معانا مداخله على التليفون قول له كده مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. كل سنه وحضرتك طيب. شوف قول لي مين انت قول كمل. مين؟ لا انا كابتنك بس حاتم. كابتن مصطفى الشافعي طبعا. كابتن مصطفى الشافعي معانا طبعا. طيب كابتن مصطفى مساء الخير. مساء النور يا كابتن خالد ازي حضرتك؟ منورنا ربنا يخليك. عندنا نجم وافد جميل يعني من نادي كبير وهو لاعب كبير. تقول ايه لنجمنا الكبير النهارده حاتم البحيري؟ والله يا كابتن خالد يعني انا على المستوى الشخصي الصراحه من الناس اللي ببقى معجب بحاتم جدا حتى في طريقه لعبه. ان هو من اللعيبه القليله جدا اللي في الدوري المصري اللي يقدر يلعب في كذا بوزيشن يعني. فانا من اكتر اللعيبه الصراحه اللي مبسوطه بوجوده معانا في النادي. ان انا حاسس ان هي هتبقى اضافه كبيره قوي ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي يعني. ده غير ان هو كمان سنه صغير يعني. فانا صراحه حابب اقول له يعني ان شاء الله تبقى بشره خير كده علينا باذن الله السنه دي وان احنا نحقق كل البطولات باذن الله كده وتبقى انت سبب من ضمن الاسباب في المكسب ان شاء الله باذن الله السنه دي يعني. مصطفى عايزين نعرف جانب مختفي عن حاتم مش قادر يقوله على الهوا عايزينك انت تقوله. لا والله 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 ما فيش حاجه يا كابتن خالد. والله حاتم من اللعيبه المحترمه جدا يعني. ان انا الصراحه حتى وهو كان بيلعب في نادي الاتحاد لما كنت حتى بنتسلم على بعض مش عارف ايه. لا لعيب محترم جدا
ما سمعت يعني عمري في حياتي ما سمعت ان حاتم عمل مشكله مع لعيبه او حاتم عمل مشكله مع مدرب، عمري في حياتي ما سمعت الكلام ده كله. عشان كده للاسف يا كابتن خالد ما فيش جانب مختفي خالص، هو حاتم زي ما حضرتك شايفه كده قدامك هو ده حاتم في الحقيقه. في الحقيقه طيب الحقيقه بالظبط كده. مصطفى طمنا على احوال الفريق وطمنا على استعداداتكم للموسم الجديد. والله يا كابتن خالد احنا السنه دي طبعا البدايه برضو تعتبر مختلفه عن السنين اللي فاتت، احنا بدانا فتره اعداد تعتبر قوية جدا عن السنين اللي فاتت، طبعا ده بسبب ان احنا عندنا زي ما حضرتك عارف تصفيات افريقيا خلاص كمان شهر، وبطولة افريقيا ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله، والدوري وعندنا بطولات كتيرة والمنافسات كتيرة قوي، الفرق كتيرة قوي بتنافس. فانا بقول لحضرتك ان احنا لا فترة الاعداد السنة دي مختلفة جدا وجامدة، والحمد لله يعني قليل قوي ان احنا كنا نلاقي فترة الاعداد فيها لعيبة كتير كده، ان احنا الحمد لله يعني تقريبا كاملين في فترة الاعداد دي، فهي دي الميزة. فربنا يسهل كده ويكرم ان شاء الله باذن الله، وتبقى دفع خير ان شاء الله للسيزون السنه دي باذن الله. يا رب يا مصطفى ان شاء الله كده سيزون جميل عليكم، ونبارك لكم في اخر السيزون بموسم حافل كامل بكل البطولات ان شاء الله باذن الله. ميرسي يا مصطفى. ربنا يخليك يا كابتن خالد، ميرسي جدا، شكرا ليك. شكرا ميرسي. قال عليك شعر. قال عليك شعر بصراحه. انا مش عارف اتكلم. يعني هو قال عليك شعر الراجل، قال لي التزام واخلاق وكل حاجه. صفه مهمه في الرياضيين يكونوا كده. اكيد على الاقل يعني سمعتك طريقتك هي اللي هتحبب فيك الناس. معلش انت هتقعد تلعب كام سنه؟ في الاخر هتقابل الشخص ده، هتشوفه هيسلم عليك بعد كده ولا هيشوف ادار وشك. بصراحه كابتن مصطفى الشافعي يعني انا نفسي اتخضيت ان هو من الناس الملتزمه جدا في التمرين. كابتن مصطفى شافعي يعني تاني واحد بعد كابتن طارق الغنام، فقلت كبير بقى من الناس اللي هي ايه يعني لا شاريه دماغها بقى يعني بتمرن بس ايه على قد. لا بصراحه زي ما هو بيقول فعلا شادد جدا في فتره الاعداد، واول واحد فينا في الجري يلا يا جماعه، في باسكت يلا يا جماعه، يلا الوقت، يلا نلحق، يلا نشوط. بصراحه حاجه انا فخور بيها ان انا لعبت جنبه، ويا رب زي ما هو بيقول ان احنا نحتفل فعلا في اخر السيزون بجميع البطولات السنه دي ان شاء الله. حاتم بحيري هادي، خالد العودي كان شرس في الملعب. انا عارف ان الرياضيين لازم يكونوا عندهم شراسه شويه، الشراسه دي موجوده عندك في الملعب؟ جدا. انا بكره الخساره جدا، يعني انا لما بلعب بلاي ستيشن حتى بره بتضايق يعني ما اخسرش. مش هلعب لو حاسس ان انا هخسر او اللي قدامي احسن مني، مش هلعب، هتموت على المكسب. انا احب المكسب جدا. اعتقد ان انت جاي من الانديه كلها كده يعني بالظبط. الحافز ده مهم جدا 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 جدا. يعني نادي الاتحاد هو اللي لعبت فيه فريق كبير، كان اهم حاجه ان احنا نكسب. ازاي بقى دي بتاعتكم؟ ما لو بتلاعب فرقه مع احترامي ليها اعلى منك جدا برضه احنا عايزين نكسب. ولما بتخسر بتتضايق جدا، يا جماعه ازاي احنا ازاي خسرنا؟ فحاجه فعلا ربت فيا ان انا لا في الملعب بقى ال 40 دي انا هموت نفسي. السبيريت قويه جدا عندك. جدا مفيش. لا لكن بره الملعب؟ بره الملعب انا هادي. هادي مستغربك بس ماشي مصدقك مفيش مشكله. حاتم قول لي عيد الاضحى اللي احنا داخلين عليه اكيد في مواقف بتحصل كتيره، هتعيد على مين في عيد الاضحى ده؟ قول لنا كده. بص هقول لك في موقف انا مش هنساه. كنا في العيد، احنا دايما في العيد بنروح عند جدتي. كويس. العائله كلها تتجمع، بيبقى فيه بقى ايا كان خروف هنذبحه، عجل، ايا كان ايا كان بقى. كويس. ونروح لازم كلنا نتفرج على الموضوع ده من واحنا صغيرين. ففي مره بقى كنا حاطين خروف في بير العماره. هايل. فليلتها بقى واحنا خلاص بقى طالعين نذبح، الخروف فك ما تفهمش منين وطلع يجري. واحنا كلنا العيال الصغيره بقى طلعنا وراه فرحانين. طبعا فرحانين. موقف بقى ما حصلش غير يعني ما شفناهوش غير قدامنا، دي ما حصلتش. مسكتوه في الاخر؟ الحمد لله جبتوه. لحقناه وراه ما فيش. لحقناه. بس عيد جميل ده، بيلم الاسره وكل حاجه. اعتقد دي فتره استرخاء كويسه ليك. هي فترة استرخاء ليا وفرحة لأهلي ان هم يعني يقعدوا معايا وقت كبير فاضي، ما وراكش تمرين، ما وراكش نزول، ما وراكش ماتشات، مفيش ارتباطات. مفيش ارتباطات بالظبط. فبالتالي تبقى فرحة بالنسبة لنا احنا كلنا متجمعين، وان هم مع حاتم بقى. طب احنا كده هدينا الملعب شوية معاك، وقفنا عند فترة العيد، هنرجع لمنتخب مصر معاك. حكايتك ايه مع منتخب مصر؟ السنة اللي مشيت فيها من نادي سبورتنج ورحت فيها نادي الاتحاد، كان سنة كنت أول سنة تحت 18 سنة. كويس.
كان في تجميعات ومنتخبات يا جماعه ده في بطوله افريقيا. كان الموضوع ان يبقى في منتخب ناشئين ما كانش بارز قوي. فلا يا جماعه ده بجد في السن ده في منتخب وفي تجميعه فطبعا حلمي زي اي واحد في السن ده ان انا نفسي اتجمعه ونفسي اروح نفسي العب باسم مصر. دي حاجه كبيره قوي. فالحمد لله تم اختياري اتجمعنا ابتدينا نتصفى لحد ما وصلنا للبطوله. لعبنا بطوله افريقيا كانت في رواندا. كابتن طارق خيري هو اللي كان ماسكها بالعموم. خدنا اول الحمد لله كانت مؤهله لكاس عالم السنه اللي بعديها في لاتفيا. حيل. بس طبعا برضو مشاركه كاس عالم وانت صغير منتخب ناشئين برضو كانت حاجه يعني انا بحلم بيها والحمد لله حققتها. حيل. بدانا بقى خلاص بقى سنك كبر دخلت في الدرجه الاولى. الموضوع طبعا في الاول بيبقى صعب انك تتجمع بس الحمد لله ان اول سنه ليا في الدرجه الاولى اتجمعت كويس ما كملتش لحد الاخر بس اتجمعت كويس. بس السنه اللي بعديها الحمد لله اتجمعت لعبت بطولات وديه. تمام. لعبت بطوله افريقيا للانديه. لعبت بطوله افريقيا للمنتخبات بس العاب افريقيه. العاب افريقيه واخدنا فيها مركز تاني. كويس. وبس هي السنه دي انا ما يعني ماليش حظ في المنتخب. عايز اعرف حاجه بما انك انت كابتن كبير معانا، عايز اعرف ايه الفرق بيننا وبين الافارقه في كره السله؟ الفرق كبير. احنا قريبين في الدرجه الاولى ولا مش قريبين؟ وبصراحه شديده الفرق بيننا وبين الافارقه ان هم بدنيا اعلى مننا 10 مرات. دي حقيقه. دي وفيها في الباسكت دلوقتي. الباسكت للاسف بقى مش فن على قد ما هو بقى قوه وسرعه. هايل. وهم دي بيتميزوا بالموهبه دي سبحان الله ربانيه. دي حقيقه. فمعظمهم يعني 70% من الفرقه مثلا تلاقي لو الفرقه 12 لعيب ممكن 8 او 9 منهم بيلعبوا في دوريات بره في اوروبا. فلما بييجوا يتجمعوا عشان يلعبوا بقى بطوله افريقيا بيبقى الوضع طبعا هم بيلعبوا في انديه كبيره جدا. واحنا هنا برضو ما عندناش حد محترف غير يمكن عاصم مرعي. بس عاصم محترف. يعني عاصم الدوري السنه دي اللي هتبدا ان شاء الله هو لسه ماضي في تركيا. في تركيا. وتجربه لسه جديده اعتقد يعني. في الجيل بتاعكم لسه. هو جيلي هو يعني هو قد 92. لعب في ليتوانيا ولعب بعديها في المانيا والسنه دي راح تركيا. عايز ارجع بيك للزمن اللي ورا شويه. ولو دايما انا كنت بتفرج على الهاندبول في نجوم كبار في حياتي. اكيد عندك نجوم كبار شفتهم في ملعب كره السله في الاتحاد في سبورتنج في الاهلي في اي نادي. مين هم؟ قول لنا كده. اي حد لعب في الاتحاد او في مصر عموما هيقول لك اسماعيل احمد. كان اسمه ايه؟ هو اسمه اسماعيل احمد. كان ليه اسم اسماعيل اعتقد. سمعه. اعتقد كان ليه اسم تاني. هو انا كنت بخلص وهو كان بدا يطلع كابتن اسماعيل بس هو كان ليه اسم تاني مش فاكر بصراحه مش حاضرني. انا بس هو كان ليه اسم عالمي كبير. اي حد يعني هو ما شاء الله لحد دلوقتي بيلعب. في لبنان اعتقد. اي حد طبعا شاف باسكت لازم يقول لك اسماعيل احمد. اسماعيل حاجه قدرة غريبة في اللعب في التعاون في السيستم في التمارين في حاجة. وانا حاجة من الفرحاني جدا ان انا لحقت ولعبت معاه. لعبت مع اسماعيل. قول لي مين كان بيسموه اسمه المعجزة؟ في واحد اسمه المعجزة اعتقد صح؟ معجزة لعيب كبير عمل 3 بونت اعتقد في الاخر كده في اخر كورة في الباسكت اعتقد ده كان زمان شوية. ده ممكن انا ما حضرتوش. ما حضرتوش. قول لي حاتم مدربينك في حياتك بيمثلوا لك ايه؟ مع انك انت قلت لي صراحه انا ما اتمرنتش على ايد مدربين كتير في حياتك بس في حد اكيد ليهم موقف معاك او حاجه مهمه غيرت لحاتم بحيري مجرى حياته. هقول لحضرتك حاجه. هو لازم يعني انا بتمرن مثلا مع سين لازم اخد الميزه اللي في سين كويس واسيب العيب كويس. رحت المدرب تاني هاخد الميزه فيه واسيب العيب. فاحنا بنحاول او مش حاتم بس جميع اللعيبه بيحاولوا ياخدوا الميزه اللي في كل مدرب بيلعبوا معاه. فانا الحمد لله مريت يعني بعدد مدربين قليل مش كتير انما كلهم برضو بصراحه اسامي وناس كبيره ناس تحترم. كابتن عمرو ابو الخير، كابتن وسام جابر، كابتن عماد محمود، كابتن احمد مرعي. طبعا كابتن طارق خيري. تمام. كل مدرب اخذت منه حاجه طبعا وتعلمت منه كتير. بس انما موقف حصل مع حد معين يعني ما. طب خلينا نشوف مدربينك كلهم اللي انت قلتهم دول وهناخد مدرب تاني خالص بره اللي هو كلمك اول مره في التليفون وقال لك انا عايزك تيجي النادي الاهلي. كابتن اسلام مساء الخير. مساء الفل يا كابتن خالد. اخبارك ايه؟ زي الفل ربنا يبارك فيك. ازي حضرتك؟ اسلام شفتك امبارح في الملعب انت المفروض تلعب اسلام. اسمع كلامي يعني ايه رايك؟
مش لعب احسن برضو ولا ايه؟ نفسي ارجع العب تاني يا كابتن خالد. صح اللعب ارحم كتير قوي اسلام. طبعا ما فيش مقارنه يا استاذ. دي حقيقه. دي ثانيه خالص. اسلام طمنا على استعدادات الفريق لكره السله في النادي في الموسم الجديد. والله الحمد لله السنه دي فتره الاعداد بدأ بشكل كويس جدا مختلف عن السنين اللي فاتت. في عوامل مساعدانا في الموضوع ده. اول عامل ان زي ما مصطفى الشافعي كده اتكلم في من شويه وقال ان عدد اللعيبه المتواجده حاليا بشكل كبير. يعني خلاص احنا ما عندناش غير 3 لعيبه بس في المنتخب. الحمد لله احنا يعني عندنا اكتر من 5-6 لعيبه في المنتخب بس تم اعتذار لظروف بعض اللعيبه فاللي مكملين مع المنتخب 3 لعيبه بس. فمعظم الفرقه موجوده بشكل جامد كويس. مساعدين مجموعه كبيره من الناشئين على مستوى جيد يعني. فالعدد في التمرين كويس. فتره الاعداد بدأ بشكل كويس. مش عايز اقول بس يعني مش عايز اقول قدام حاتم الكلام ده. لا قول. مجموعه اللعيبه العناصر الجديده اللي موجوده معانا من ضمنهم حاتم. عامله روح كويسه جدا في التمرين. طبعا عايزين يثبتوا ان هم كوف النادي. طبعا هم طبعا سوبر كلهم يعني اللعيبه الصفقات الجديده. هم بيتمرنوا باخلاص بالتالي شادين معاهم كل الناس. ففتره الاعداد شكلها كويس جدا السنه دي. ان شاء الله تكمل بنجاح كده وتبقى البدايه ان شاء الله كده من تصفيات افريقيا 30/9 ان شاء الله في تنزانيا باذن الله. نرجع مبسوطين وتبقى بدايه خير للموسم ان شاء الله. بصراحه اسلام انا شايف احمد علي كان موجود معايا والنهارده حاتم البحيري واتفرجت عليهم في الملعب في ملعب الباسكت. بصراحه انا حاسس ان الروح بقت مختلفه قوي في كره السله في الملعب. يعني يا كابتن خالد ده انا برضه ليه اعتب عليك؟ عمال تجيب في اللعيبه وسايب المدربين. لا صح يعني بص عندك حق. بقول لك يا اسلام الطلعه الجايه انت خلاص مفيش. انا لازم هيكونوا موجودين. قول لي خلاص الروح اتفاق كده خلاص هنرتب بعد العيد باذن الله. قول لي فعلا في ملعب كره السله انا حاسس ان اجواء مختلفه. لما قعدت اتفرج امبارح ساعه ونص عليكم اجواءكم مختلفه تماما. بالظبط وده اللي انا بقوله في وسط كلامي وده اللي الناس كلها حاساه وده اللي ان شاء الله هيبان الفتره الجايه بشكل اكبر لما الفرقه بالكامل تكمل ان شاء الله. برضه النقطه الثانيه اللي عايز اقولها في مجموعه اللعيبه الجديده انا قلتها في كده وهقولها ثاني. مجموعه اللعيبه اللي جايه بالكامل الاربع لعيبه الجداد بالكامل عندهم فعلا زي ما حاتم قال ما بيحبوش الخساره. الاربع لعيبه من النوعيه دي انت عارف طبعا يا كابتن خالد طبعا مفيش حد بيحب الخساره او مفيش حد كله بيحب. بس في فرق بين لعيب بيبان عليه الكلام ده ولعيب من جواه. لا اللعيبه دي فعلا من نوعيه اللعيبه اللي ما بتحبش الخساره فعلا عندها غل ودافع كبير جدا. وده باين عليهم في التمرين وزي ما قلت لك هم شادين معاهم كل الناس. يعني الناس ما شاء الله جاده وعاملين فتره بشكل كويس. ان شاء الله يبقى شكل الفرقه السنه دي احسن بكتير باذن الله. اسلام يعني بقول لك طبعا كل الامنيات الطيبه والتوفيق باذن الله في المرحله اللي جايه. وباذن الله بعد العيد اكيد لينا لقاء هنقعد انا وانت كده نتحدث ونتحاور في حاجات كتيره ونرجعك تاني ملعب كره السله. ميرسي قوي يا اسلام واشوفك على خير. ميرسي يا اسلام. ربنا يبارك فيك. شكرا. شكرا. شخصيه البطل موجوده في الوافدين وموجوده في اللاعبين. ده كابتن اسلام بيقول لك يعني حاجه سعاديه. بصراحه انا حاسس من ساعه احمد علي ما كان موجود معايا حاتم البحيري شفتكم جوه الملعب لا الموضوع مختلف فعلا. في شده كبيره جدا بالنسبه لكل جهاز او كل لاعبين. ايه رايك؟ صح يعني كابتن اسلام اتكلم في نقطه ان احنا طب يعني طبيعي ان احنا لسه جايين فبالتالي لازم نبقى شادين في الملعب. لازم الناس اللي معاك هيشدوا هم كمان. فهي دي عامله روح حلوه للفرقه. كله بيتمرن بجد كله عايز يثبت نفسه. وانا شايف ان دي حاجه مسموح بيها طالما كل مصلحه الفريق. دي حاجه فير جدا ان انت تشد وتشد حيلك وتعمل اللي عليك كله والاحسن ان ربنا يوفقه ويشيل كل المصلحه. لو ما كانش حاتم البحيري طلع لعيب كره سله كان راح فين؟ كان بلعب هاندبول. حاتم اسئله سريعه جدا ونقول ايه تقول ايه الاسره الكريمه؟ طبعا انا عايز اشكرهم جدا فعلا. هم السبورت نمبر 1 في حياتي. مامتي بابايا اختي ماما اساسي هي لازم تتشكر بصراحه. اسالني انا جدا. شافت مني كتير قوي بالذات بقى ان هي كانت رابطه فعلا الدراسه بالباسكت فكانت هي اكتر واحده يعني تعبانه معايا في الموضوع ده. بابايا طبعا ربنا يخليه لي كل قراراتي في الباسكت هو نمبر 1 فيها. نادي سبورتنج بيتي
الاولاني نادي الاتحاد، بيتي الثاني اللي ليه الفضل بعد ربنا طبعا في وجود حاتم بحيري. كماهير نادي الاتحاد ناس مجانين باسكت، دي حقيقه مجانين باسكت يعني. انا بحب الملعب بصراحه، وانا كمان بصراحه. ناس يعني بيقدروا اللعبه الحلوه ووقفوا ورايا كتير، وانا بكن لهم كل الاحترام والتقدير، بس في الاول وفي الاخر احتراف. جماهير النادي الاهلي بصراحه من اول ما جيت النادي الاهلي وهم حاطين عليا لود كبير وبيكلموني وخير وهنعمل وهنسوي وهناخد اول وعايزين البطولات كلها، ده بصراحه اداني دفعه بس برضو لود عليا، بس ان شاء الله باذن الله نكون قدها. وانا بقول لهم ان الفرقه فعلا يعني انا حاسس ان السنه دي احنا شادين حيلنا، وخليكم ورانا دعمونا وان شاء الله في الاخر نحتفل بيها كلها. حاتم نورتني وشرفتني. ربنا يخليك حياتك، نورتني. كنا مع نجم كبير النهارده في نهايه حلقتنا النهارده، نجم كبير كابتن حاتم البحيري. يعني فعلا استمتعت معاه بالحوار، حوار جميل، حوار شيق. ان شاء الله كره السله في النادي الاهلي بخير، كره السله هتروح لابعد الحدود مع جماهير النادي الاهلي ومع الاجهزه الفنيه بالنادي الاهلي. كل امنياتنا طيبه ليكم، كل سنه وانتم طيبين، عيد اضحى مبارك علينا وعليكم يا رب كده، وان شاء الله باذن الله يتسنونا كل يوم من الساعه 7 ل 10 والاهلي ليله.